جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي برباط عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم. ويتعلق الأمر بكل من محمد بن شعبون سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، كريم مدرك سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا، الحسن الناصري سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال وجمهورية غامبيا وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية الرأس الأخضر، إدريس إسباين سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي، زكريا القوميري سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، محمد بصري سفير صاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة هولندا، محمد الصبيحي سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية اليونان وجمهورية قبرص، عبد الرزاق العسل سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان، بشرى بودشيش سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بنما، علي بن عيسى سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت، عبد الرحيم رحالي سفير صاحب الجلالة لدى مملكة تايلاند، هشام دحان سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي، عبد الرحيم مزيان سفير صاحب الجلالة لدى دولة فلسطين، عصام طيب سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا وجمهورية السيراليون، هشام العلوي سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية جوبا، حكيم حجوي سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، نبيلة فريدجي سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج وجمهورية إسلندا. إتلى ذلك أدى السفراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والحاجب الملكي محمد العلوي.